طيب هنبتدي النهارده في الماتشنج سيركت. هنبتدي اول حاجه نعمل ماتشنج باستخدام اللامبد كومبوننت اللي احنا عملناها السكشن اللي فات. بس السكشن اللي فات استخدمنا القوانين ان احنا نجيب الاكس والبي بتاعتي على طول. طيب هنا عايزين نستخدم سميث شارت في ان انا اعمل ماتشنج. المفروض ما هنحل مسائل بقى على طول. انا عندي هو بيديك الزد ال ب 25 بلس جي 25 ومديك الكاركترستيك امبيدنس بتاعتك ب 100 اوم وبيقول لك اعمل ماتشنج باستخدام اللامبد كومبوننت وهات قيمه اللامبد كومبوننت دي بس باستخدام سميث شارت مش باستخدام قوانين اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. المفروض اول حاجه بعملها ايه؟ ماشي شكل الدايره ايه الاول؟ شكل السيركت بتاعت الماتشنج هتبقى ايه؟ هحط الجي اكس الاول ولا الجي بي؟ يعني احط سيريز الاول مع اللود ولا بارل؟ على حسب الار ال بالنسبه للكاركترستيك امبيدنس بتاعتي شكلها عامل ازاي. فانا لو الار ال بتاعتي اقل من الار نود يبقى بحط السيريز الاول، يبقى شكل الدايره بتاعتي هيبقى كده. دي هتبقى شكل الماتشنج نتورك والمفروض ده اللود الماتشنج نتورك. وبعدين عندي ترانسميشن لاين اللي هيوصل على السورس بره اللي هو ليه كاركترستيك امبيدنس اللي هي الزد نود دي. طب عشان استخدم سميث شارت اول حاجه هعملها ان انا هحط اعمل نورماليزيشن. فاول حاجه اجيب الزد ال نورمالايزد اللي هي الزد ال على الزد نود اللي هي تديك كده ربع بلس جي 0.25. طيب فهتعملها ازاي دي على سميث شارت؟ هتيجي على دايرة الريال بارت اللي هي 0.25 اللي هي انهي دايرة؟ اللي هي الدايرة الكاملة عندك على سميث شارت اللي هي الدوائر دي، الدوائر المرسومة الكاملة على سميث شارت. تشوف دايرة الربع فين؟ هتجيب دايرة الربع ازاي؟ هتشوف انت مش هتلاقي الربع عندك غالبا. ماشي؟ فانت هتلاقي 0.3 و 0.2. فهي المفروض هتقع ما بين الدايرتين دول. هتلاقي دايرة عندك مكتوب عليها 0.2 الدايرة التانية مكتوب عليها 0.3 فهي المفروض هتطلع دايرة ما بين الاتنين. كويس؟ هتلاقوا ما بين الدايرتين غالبا مش عارفة خمس خطوط. لو هما خمسة يبقى تسيب خطين والنقطة اللي في النص. لو هما 10 خطوط هتاخد خامس نقطة. كويس؟ وليكن هي دي. انت عندك طبعا مش هتطلع، يعني هتطلع دايره، يعني ممكن ما تبقاش دايره مرسوم. ايه؟ فلو خمس خطوط ما بين البوينت 2 والبوينت 3 هتاخد تسيب دايرتين، دايرتين من اي واحده فيهم وتحط النقطه في النص. كويس؟ طيب بعدين المفروض هطلع ولا هنزل؟ المفروض انا عندي 0.25 0.25 بالبوزيتيف يبقى هطلع فوق في النص الفوقاني عند برضو الدوائر المقطوعه بقى، اشوف دايره ال 0.25 دي فين واحط النقطه بتاعتي دي عندها. مش هتلاقي برضو دايره ال 0.25، هتلاقي دايره ال 0.3 وال 0.2 هتاخد نقطه ما بينهم. ماشي؟ وليكن هي دي كده الزد ال بتاعتي. ماشي خلاص كده حطينا الزد ال. المفروض ابتدي اتحرك من نقطه الزد ال دي عشان اجيب الجي اكس والجي بي. طيب تعالوا نشوف المفروض نتحرك ازاي. خلاص كل واحد حط نقطه الزد ال، مش دي المشكله، المشكله في اللي بعد كده. خلاص حطيتوها؟ ماشي. تعالوا نشوف بقى هيحصل ايه. انا المفروض عايز اجيب دي واجيب دي، اجيب الجي اكس والجي بي دول بكام؟ كويس. طب تعالوا نشوف اصلا انا المفروض عايز اعمل ايه. انا عايز اوصل ان الانبوت امبيدنس عندي هنا بكام؟ بزد نود صح، او الواي انبوت بواي نود، هما الاثنين واحد. كويس. يبقى يا اما هوصل ان الواي انبوت بواي نود او الزد انبوت بزد نود. ايوه اتفضل. ايه المكان اللي انا بحطه بيبقى تقريبا النقطه هتقع في المكان ده. ماشي؟ يعني الناس تقريبا هتقع في المكان ده، فمحدش يجيبها مثلا يوم شمال، فاهم؟ او يمين قوي.
فانا لما بحط النقطه على السبوره بقول لك تقريبا هتقع في المكان ده، فانت بتبقى عارف انها تقريبا هتقع هنا، بجيب لك المكان بالتقريب، فمحدش يجيبها في حته تانية خالص، يعني تعرف ان في حاجه غلط انت بتقراها. طيب انا عايزه اوصل لكده، ممكن نهدى بس عشان خاطر هنعرف ازاي دلوقتي نتحرك في المستطيل. انا عايزه اوصل ان زد انبوت بتساوي زد نود او الواي انبوت بتاعتي بتساوي الواي نود، كويس؟ اللي هي نورمالايزد المفروض عايز الواي انبوت بتاعتي هتبقى بواحد او زد انبوت بواحد نورمالايزد. طيب قبل الجي بي هنا هنسميها مثلا واي اي او زد اي، ماشي؟ المفروض القيمة الواي اي والزد اي دي تكون كام؟ خلينا في الواي اي لان دي بارل المفروض، صح؟ نورمالايزد. بعد النورماليزيشن المفروض لو انت على سميس تشارت توصل ان زد انبوت بواحد او واي انبوت بواحد، صح؟ ده اللي انا اوصل له في الاخر. هنا قبليها بقى قبل الجي بي دي المفروض اكون عند نقطة ايه؟ الواي اي والواي بي بتوعي دول يكونوا ايه او زد ايه؟ الواي ايه، خلينا في الواي ايه. ليه بقى؟ لان اللي انا حاطه هنا ده حاجه بارل، صح؟ فالمفروض ان الواي انبوت بتاعتي، الواي انبوت بتاعتي هتساوي كام؟ الواي انبوت بتساوي ايه؟ تساوي الواي ايه بلس الجي بي دي، صح؟ لان الاثنين دول بارل مع بعض، والبي دي هتبقى نورمالايزد فهكتبها سمول، صح؟ المفروض الواي انبوت بتاعتي اللي هي تبقى بواحد المفروض هتساوي الواي اي اللي انا شايفها من هنا بعد ما احط خلاص الجي اكس دي، هتبقى الواي اي اللي انا شايفها من هنا بلس الجي بي اللي انا المفروض احطها، صح كده؟ يبقى الواي اي بتاعتي دي المفروض بتساوي كام؟ المفروض الريل بارت بتاعها بواحد بالظبط، والايماجنري بارت هو ده هيطلع النيجاتيف بتاعه هو ده البي، صح كده؟ يعني الواي اي بتاعتي المفروض اوصل انها هتبقى الريال بارت بتاعها بواحد، والايماجنري بارت الفاليو اللي محطوطه بتاعته هي دي هتبقى الفاليو بتاعت البي او نيجاتيف الفاليو بتاعت البي بتاعتي، صح ولا ايه؟ فاهمين كده ولا ايه؟ عشان نفس الكلام هنقوله على السنجل ستوب هيبقى شبه، والدبل ستوب كله هيبقى نفس الحكايه دي. عايز ايه؟ عايز تتقلب. انا هقول لك بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ ماشي، انا كده المفروض اوصل ان الواي اي بتاعتي تكون بالمنظر ده، الريل بارت بتاعها بواحد والايماجنري بارت ايا كانت الفاليو بتاعته هاخد الايماجنري دي واحط الفاليو بتاعت البي بتاعتي او نيجاتيف الفاليو بتاعت البي، صح كده؟ طيب المفروض بقى الواي اي دي بتساوي واحد على زد اي، صح؟ او مقلوب الزد اي دي. تمام، الواي اي هي واحد على الزد اي. طيب الزد اي دي بكام؟ الزد اي دي المفروض تساوي كام؟ هتساوي المفروض الزد ال نورمالايزد بلس الجي اكس نورمالايزد، المفروض انها زد ال بلس الجي اكس. زد ال دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ار ال بلس جي اكس ال. صح، يبقى المفروض الزد اي دي ومقلوبها هي الواي اي. يبقى المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا عند اللود، صح؟ هتحرك من اللود على ايه بقى؟ الزد اي المفروض اتحرك منه عشان اجيب الجي اكس عشان اوصل للزد اي. ايه العلاقه بين زد اي والزد ال؟ ايه الحاجه الثابته ما بينهم هما الاثنين؟ الريال بارت، صح؟ الريال بارت بتاعهم هما الاثنين ما بيتغيرش. فانت هتقف عند اللود، هتتحرك من اللود دي على كونستانت ريال بارت سيركل. يعني ايه كونستانت ريال بارت سيركل؟ يعني الدايره الكامله دي اللي عندك هتتحرك عليها. طيب اتحرك لفوق ولا لتحت على الدايره دي؟ انا ما رسمتش دوائر، الدايره المرسومه عندك، كويس؟ هتتحرك عليها يا لفوق يا لتحت. طيب اتحرك عليها لحد فين؟ لحد فين؟ لحد ما اوصل لنقطة لما اقلب النقطة دي الاقي نفسي وقعت على دايرة الواحد، صح؟ اوصل لنقطة الزد اي لما اقلب الزد اي دي 180 درجة عشان اجيب الواي بتاعتها الاقي ان انا واقع على الريال بارت بتاعي بكام؟ بواحد.
تاني. ما انا هعملها الاسبريسو شور. ماشي. انا المفروض هتحرك انا دلوقتي الزد ايه والزد ال علاقتهم ايه ببعض. الريال بارت لو فهمتوا دي هتفهموا كل اللي باقي، مش كل اللي جاي هيبقى اسهل. عشان هي دي فيها اللفه، فيها الدبل ستاب وفيها السنجل ستاب، فيها كلها شبه كل حاجه اللي جايه. طيب انا واقف عند الزد ال، المفروض هحط على الزد ال دي جي اكس عشان اوصل للزد اي. فاللي بيتغير من الزد ال للزد اي هو مين؟ الايماجينري بارت بس. الريال بارت بتاعي بس ثابت، فالاكس دي الايماجينري بس هو اللي بيتغير، يا بيزيد يا بيقل، صح؟ فانا واقف عند نقطه الزد ال، المفروض اتحرك عندها على كونستنت ريال بارت، يعني هوصل على نفس الدايره بتاعت الريال بارت دي بس في نقطه ثانيه. طب فين النقطه الثانيه دي؟ الدايره دي كبيره جدا، هوصل عند انهي نقطه في الدايره دي؟ هوصل عند النقطه اللي لما اقلبها الاقي النقطه بتاعتي واقعه على الريال بارت بواحد، على الدايره دي لما اقلبها 180 درجه. كويس. يبقى انا عشان تجيب من الزد ايه للواي ايه المفروض بتقلب 180 درجه، فالمفروض تحط الزد ايه دي في مكان او لوكيشن لما تقلبه 180 يقع لك على الريال بارت بواحد، على دايره الريال بواحد. فين دايره الريال بواحد؟ الدايره دي اللي هي عندكم هتلاقوها بتمر بالاوريجن. كويس. دي دايره الريال بواحد. فانا المفروض هتحرك من الزد ال لفوق او لتحت، والمفروض لما اقلبها 180 درجه الاقي الواي ايه بتاعتي بتقع هنا، صح؟ على اي نقطه هنا؟ ما انا هقول لك بقى ليه رسمها الناحيه الثانيه، ما انا بشرح ده عشان اقول لك ليه اترسمت الناحيه الثانيه. ايه؟ لا مش هتفرق. انت في سميث تشارت يا جماعه، ثانيه واحده، انت في سميث تشارت دكتور اه تلاقيه بيقول لك الوايت تشارت المفروض الدوائر كده، والسميث والامبيدد تشارت المفروض الدوائر كده، بس وانت شغال عليها هو في الاخر ما عندكش غير الرسمه دي. كويس. وهي الرسمه دي بتبقى امبيدنس وبتبقى ايه؟ بتبقى ادمتنس. فانت بتشتغل عليها بنفس الشكل اللي موجود، قلبت 180 بقت واي، خلاص نفس الرسم بنفس الدوائر. كل الفكره بس ان اماكن الماكس الشورت سيركت والاوبن سيركت مالها بتتعكس بالظبط، كانك لفيت الدايره بتاعتك، كانك لفيت سميث شارت 180 درجه، بس احنا ما بنلفش، احنا مجرد بس احنا بنغير اماكن النقط وخلاص بنفس الشكل، لان هي دي الشكل اللي هيجي لك في الامتحان. مش هيجي لك شكل الدوائر بتاعت الواي والزد. فانت بتشتغل على سميث شارت دي واي او زد على حسب ما انت شغال، وشغال زد اللي انت بتقراه ده بيبقى زد، قلبت 180 خلاص بقيت اللي بتقراه ده واي. كويس. على نفس الرسمه اللي موجوده. طيب دي دايرة الريال بواحد، المفروض لما الف 180 درجة الاقي نفسي وقعت عليها، يبقى هعمل ايه؟ باخد كل اللوكيشنز دي والفها 180 درجة، اجيب اللوكيشنز بتاعت الزد ايه، صح؟ مش دي كده المفروض مكان الواي ايه المفروض يقع على الدايرة دي ايا كان النقطة فين؟ يبقى اخد كل اللوكيشنز بتاعت الواي ايه دي والفها 180 درجة بحيث ان انا اجيب اللوكيشنز بتاعت الزد ايه. طيب الفها 180 درجه يعني هرسم نفس الدايره دي كده الناحيه دي، والمفروض الزد ايه بتاعتي تقع على الدايره اللي هي اللي انا هقلبها دي. طب ارسم الدايره الثانيه دي ازاي؟ ايه؟ نفس الريديوس. بجيب الريديوس ده ازاي؟ ماشي. في طريقه سهله قوي، مش انت عندك هنا الجزء بتاع الريفلكشن اوف اي؟ ثانيه هقول لكم طريقه سهله قوي. الريفلكشن اوف اي مش انتوا عارفينها؟ عند النص هنا تطلع بيه لفوق، ليه عند النص؟ لان المفروض ان الريديوس بتاع الدايره الكبيره بتاعت سميث شارت كام؟ الجامعه بتاعتك بواحد. فانت عايز ترسم الدايره دي، الدايره دي مرسومه في نص الديامتر بتاعها كله المفروض واحد او يكافئ واحد في الجاما، فالديامتر بتاعها كله يكافئ واحد في الجاما، يبقى النص بتاعها كام؟ نص الجاما، صح؟ فانت هتيجي عند نص الجاما كده من تحت نص ريفلكشن في اي، وتطلع فوق كده انت حددت السنتر بتاعك فين، تفتح البرجل لحد هنا وترسم الدايره.
كويس، مفيش بقى تقيس ولا تعمل اي حاجه، من النص تحت تطلع فوق لحد الخط الهوريزونتال بتاع سميث تشارت، تقف دي كده السنتر، هتفتح البرجل بتاعك لحد السنتر بتاع سميث تشارت وترسم الدايره الثانيه. تطلع بيه لفوق بالظبط، تطلع بيه عمودي طبعا، مش عشان بس ما حدش ايه بالظبط، فمن تحت لفوق عمودي، جبت السنتر، افتح البرجل لحد ده، هرسم الدايره على طول من غير ما اقعد اقيس مقاسات. خلاص دي دايره الروتيتد ريال بواحد. فالمفروض عندي الزد ال اهي، المفروض اتحرك بيها لفوق او لتحت لحد ما اقع على دايره الروتيتد بواحد دي، هاخد النقطه دي اقلبها الاقي نفسي وقعت على دايره الريال بواحد على طول من غير بقى ما احسبها. كويس، فانت هتتحرك من نقطه الزد ال لفوق على كونستانت ريال بارت، دي النقطه الاولانيه، دي زد ايه واحد او لتحت كده، عندك نقطتين هيقطعوا الدايره اللي انت راسمها دي، دول كده حلين. لا سيب اللابتوب بقى اقفله، لا اقفله ما تشتغلش عليه وانا شغاله عشان ما حدش يسال سؤال وهو شغال في حاجه تانية. تمام، احنا وصلنا ان الريال بارت بتاعت الزد ايه هي الريال بارت بتاعت اللود بتاعي، فانا المفروض اتحرك من الزد ايه اللي على كونستنت ريال بارت لفوق او لتحت. كويس، لحد ما اوصل عند نقطه ايه، النقط اللي لما اعمل لها روتيشن 180 درجه الاقي نفسي وقعت على دايره مين، الريال بارت بواحد، انا كده بجيب الزد ايه، الواي ايه دي مقلوب الزد ايه، فالمفروض الزد ايه لما الفها 180 درجة الاقي نفسي وقعت على دايرة الريال بتاعتي بواحد. فين دايرة الريال بواحد؟ الدايرة الحمراء دي اللي مرسومة عندك على سميث تشارت. كويس، المفروض ان ده كده اللوكيشن بتاع الواي ايه في الكيس دي، كل الدايرة دي الواي ايه المفروض تقع على اي نقطة هنا، صح؟ يبقى الزد ايه المفروض تقع فين؟ نفس الدايرة دي بس ملفوفة 180 درجة. كويس، فهتلف الدايرة دي كلها الناحية التانية 180، هرسم دايرة ال 180 دي ازاي؟ نفس الدايرة دي المفروض ارسمها الناحية دي. هتاخد ريفلكشن كوفيشنت بتاع الاي عند النص. هتطلع عمودي لحد ما تقطع الهوريزونتال هنا، كده أنت جبت السنتر بتاع الدايرة بتاعتك. هتقيس المسافة من هنا لهنا، تفتح البرجل بتاعك المسافة دي وترسم الدايرة على طول، هتترسم لك. كويس؟ يبقى المفروض الزد ال إيه؟ دي نقطة الزد ال. هتحرك لفوق على كونستنت ريال بارت، انا ما رسمتش اي دايره غير دي بس، يعني ما بنرسمش الكونستنت جاما سيركل عشان في الثانيه هنرسم، فبتحرك من هنا لفوق. اتفضل. هيقع السنتر عند، بص هقول لك، عند دايره بوينت 33 تقريبا، 3 3. تشوف فين دايرة البوينت 3 3، هي دي هتبقى السنتر بتاعك. تمام، يبقى هتحرك كونستنت ريل بورت، انا بغيرش في الار، بغير بس في الايماجينري فوق وتحت، واشوف النقطتين دول هيديك حلين، حل هنا وحل هنا. تمام، هتقرا الفاليوز الجديده، المفروض لما تيجي تقراها هتلاقي الريال بارت بتاعك هو الار ال عادي، والايماجينري بارت هو الفاليو بتاعته اللي بتتغير. هتاخد الايماجينري بارت ده وتطرح منه مين؟ الاكس ال بتاعتك. كويس؟ اكس ال اللي موجوده عندك تطرحها من الفاليو اللي انت هتجيبها. يعني الاولانيه دي هتطلع Thank you.
الله مش عارف مش باين فين البتاعة المحل ده. انا سيبك من دي. خلاص المفروض يطلعوا لكم الحلين دول. دي الزد ايه كويس، الحلين المفروض يطلعوا كده. يطلع لك الريال بورت بتاعك ثابت لان انا كده كده بتحرك على كونستنت ريال بورت، والايماجينري بتاعي هو اللي بيتغير بالفاليوز دي. هتجيب الاكس ازاي؟ تاخد الرقم اللي هو 0.42 ده او ماينس 0.42 تطرح منه الاكس ال كويس، لان ده المفروض هو اكس ال بلس الاكس على بعض. الرقم اللي طالع ده هو الاكس ال بلس الاكس. عايز الاكس بتطرح الاكس ال منهم. فالاكس بتاعتي الاولانيه دي هتطلع 0.42 ماينس 0.25 دي الاكس 1، الاكس 2 ماينس 0.42 ماينس 0.25 كويس. دي الفاليوز بتاعت الاكس. ايه انت بتقرا دول؟ ده انت عندك ده الاكس ال. غالبا اه هيطلعوا شبه بعض. ماشي طيب. طبعا الارقام اللي انا مطلعها دي مالها نورمالايزد، فانت لو عايز الاكس نفسها تعمل ايه؟ هتضرب في ال 100 اوم اللي هي زد نود اللي هو مديها لك كويس. طيب الاكس الاولانيه دي هتطلع بوزيتيف، فانت وانت بترسم الدايره لان هو غالبا يعني لو هيبقى عايزك ترسم الدايره، فالمفروض الاكس بوزيتيف دي تطلع لك ايه؟ كاباستنس ولا كويل ولا اندكتنس؟ اندكتنس صح. فالمفروض الاكس واحد دي هتساويها بالجي اوميجا ال. لو عايز يجيب الفاليو بتاعت ال ال نفسها، الاكس واحد هتطلع جي اوميجا ال، الاكس اتنين هتطلع بالنيجاتيف هتطلع ايه؟ واحد على جي اوميجا سي. مش جي طبعا، انت بتعمل واحد على اوميجا سي على طول والتانيه اوميجا ال على طول. انا ما قلتش عايزين الدكتور، انا قلت عايزين نحط الدايره وخلاص. فتطلع لك حلين الاثنين شغالين اه تمام. فانت اكس 1 واكس 2 الاولانيه بوزيتيف فهتطلع لك اندكتنس، وقيمه الاندكتنس بتاعتك اوميجا ال بعد ما تضرب الفاليو دي طبعا في الزد نود، يعني دي لازم تتضرب في الزد نود، دي هتتضرب في الزد نود تمام. هتساوي الاولانيه دي بالاوميجا ال لانها بوزيتيف، والثانيه هتساويها بواحد على اوميجا سي لانها نيجاتيف. فالثانيه دي هتطلع لك كاباستور والاولانيه هتطلع لك اندكتنس. فانا عندي حلين كده دلوقتي، عندي حل هتحط الزد ال وراه كويل كده، الحل الثاني ان انا هحط الزد ال وراه كاباستور. تمام. طيب عايزين نجيب البي بقى، شوف هنحط هنا ايه جنبهم. نعم ايه الاحسن؟ هتجرب الحاجات دي كل واحده فيهم هتلاقيها بتديك باندويتس احسن، يعني واحده فيهم احسن من الثانيه شويه، واحده اوسع واحده اضيق. هتجرب في سيميوليشن هتشوف. عايز ايه؟ مش شرط، انت بتحسبها على حسب عاده الباندويت الانسيرشن لوس، يعني هتشوف انت في سيميوليشن هتعملوه هتجرب فيه الحاجات دي. في امتحان معرفش مش مشكله يعني مش هتفرق. طيب كده انا جبت الحلين، عايز اجيب الواي ايه بقى. هجيب الواي ايه هقلب الزد ايه اللي انا وصلت لها دي، هلاقي نفسي 180 درجة، هتلاقي نفسك على طول بتقع على دايرة الريال بواحد. يعني لو جيت قست الراديوس اللي فوق واللي تحت ده هتلاقي نفسك الواي ايه بتقع هنا على طول. دي واي ايه 2 دي واي ايه 1.
كويس، هتاخد من نقطة الزد ايه اللي انت وصلت لها دي، هتعدي بالسنتر للناحية التانية، لو قست المسافة دي هتلاقي هي دي بالظبط، فهتلاقي الواي ايه لوحدها بتقع على دايرة الريال بواحد. تمام؟ عشان ما ترسموش بس دايرة الكونستنت جاما سيركل، ما تزودوش دوائر يعني في الرسم. طيب هتقراها المفروض هتلاقيها كام؟ المفروض تلاقي الريال بارت بتاعها بواحد. فانت هتلاقي كده الواي ايه واحد دي هتطلع واحد ماينس جي 1.7 والواي ايه 2 هتطلع واحد بلس جي 1.7. ايه؟ ايه؟ لا عادي حلين، انا بطلع لك الحلين. لا ملهاش علاقة، دي السورس واللود دي لو انت بتتحرك على ترانسميشن لاين. لا انت مش بتتحرك على ترانسميشن لاين، انت بتحط لامبد اليمنتس بالظبط. لو بتتحرك على ترانسميشن لاين هتفرق، وكمان ما بيتحركش على الدوائر كونستنت ريال بارت وكونستنت ايماجينري بارت، لا بتتحرك على كونستنت جاما لو بتتحرك على اللاين اللي هي الدايرة اللي كنا بنرسمها في النص دي. الدايرة اللي انت بترسمها في النص دي حاجة تانية، دي حركة تانية خالص. ايه دي ساعتها بتتحرك على الترانسميشن لاين بالظبط، بتتحرك على الترانسميشن لاين بتتحرك على الدايره اللي في النص دي، لكن بتتحرك باللمب ده بتتحرك على الريال بارت والايماجينري بارت بس، الدوائر اللي مرسومه اوريدي عندك. طيب دي كده الواي اي واحد ودي كده الواي اي 2، المفروض اعمل ايه؟ هزود الجي بي على الواي اي صح؟ عشان اوصل لدايرة الواحد، فانت بتزودها يعني هتعمل ايه؟ هتتحرك كده او هتتحرك كده، لان اللي في النص دي هي نقطة الواحد والايماجينري بارت بصفر صح؟ السنتر بتاع سميث تشارت هي الريال بواحد والايماجينري بصفر. عشان اجيب البي انا جبت الواي ايه، يعني انا واصل هنا دلوقتي انا عايز اجيب ده، هجيب البي ازاي؟ المفروض خلاص هو انت هتاخد الايماجينري بارت بتاع الواي ايه وتاخد النيجاتيف بتاعه تمام، بس بتتحرك على سميث تشارت ازاي؟ المفروض بتقف في نقطه الواي ايه دي، تتحرك على كونستنت ريال بارت برده، فبتتحرك على دايره الواحد لحد ما اوصل للايماجينري بتاعي بصفر، فهي دي الحركه بتاعتي. واللي فوق هي دي الحركه بتاعتي عشان اوصل لنقطه اللي في النص، او في الاخر يعني انت هتاخد الايماجينري بارت ده اللي انت جبته واعكس اشارته، هتبقى هي دي البي من هنا. المفروض ان الواي ايه هي واحد ماينس الجي بي، هتاخد الايماجينري تعكس اشارته هيديك البي على طول. تمام؟ الايماجينري بتاع الواي ايه تاخده تعكس اشارته يبقى هو البي. ايه؟ ايه؟ ازاي ايه؟ ازاي خليت الريال بورت بواحد؟ انا رفعت الدايره ماشي، انا رفعت الشورت اه ازاي الحقيقه ايه اللي هيخلي الواحد طالما انا عايزه ايه؟ ما هو ده احنا بنحط الفاليوز بتاعت البي والاكس، انا عايزه اخلي بعد ما احط ده الاقي الانبوت امبيدنس بتاعتي دي بواحد نورمالايزد صح؟ فانا عندي الزد انبوت بواحد او الواي انبوت بتاعتي بواحد. جميل. كويس؟ اللي قبل الجي بي ده مين؟ هي دي حاجة اسمها واي اي او زد اي، ده انا حاجة مسمياها كويس اللي قبليها. فالمفروض لو شلت ده كله هحط هنا يا واي اي يا زد اي صح؟ هشتغل على الواي ولا الزد؟ عشان هما بارل، فالمفروض ان الواي انبوت اللي هتجيلي من هنا هي المفروض الجي بي دي زائد مين؟ زائد الواي اي اللي هي الكونكلوجن بتاع ده صح؟ الواي انبوت بتاعتي بواحد هتساوي الواي اي بلس الجي بي. حلو؟ يبقى الواي اي المفروض تبقى بكام؟ تبقى واحد ماينس الجي بي. انا مش هعرف اجيب الواي ايه كده، انا بعرف اجيب الزد ايه، يعني في الحقيقه انا بجيب الزد ايه ليه؟ لان انا بجيب الزد ال واجمع عليه الجي اكس اجيب الزد ايه صح كده؟ طيب الواي ايه علاقتها ايه بقى بالزد ايه؟ هي واحد على زد ايه المقلوب بتاعها، فانت لو جبت الزد ايه وقلبتها لازم تجيب الفاليو بتاعت الزد ايه اللي هي لما تقلبها تديك الريال بواحد. هي دي الخدعه، الفكره انك تجيب الزد ايه تقلبها تديك الريال بواحد. كويس؟ هو ده اللي احنا عملناه، الزد ايه المفروض هتقع فين؟ تقع على الدايره اللي لما اقلب الدايره دي الاقي نفسي وقعت على دايره الواحد تاني.
عشان كده رسمت الدايره دي. فدي اللوكيشن بتاع الزد ايه، المفروض يقع على الدايره الزرقاء دي كلها، اي مكان بقى هي فين، في نقطه على الدايره الزرقاء، بحيث ان انا لما اقلب النقطه دي 180 درجه الاقي نفسي وقعت على دايره مين، الريال بواحد، عشان اوصل للواي اي دي بواحد. انا وانا بشرح ببدا ادمتنس الشورت، بس وانت بتحل هتبدا الزد صح بالظبط. ايوه بالظبط كده تمام. ايوه صح، انت في الاخر عايز توصل ان الواي انبوت بتاعتك بواحد، فاهم يعني هو الغرض في الرسمه دي ليه؟ عشان اخر حاجه عندي هنا شنط او بارل، فعايز اوصل لهنا الواي بواحد في الاخر. الحالة التانية لو الار ال بتاعتي اكبر من واحد بقى هتلاقي العكس، انت هتلاقي بتبدا بامبيدنس والدايرة اللي بتلفها دي هي الواي بالنسبة لي. لو الار ال اكبر من واحد فالمفروض هتحط البارل الاول وبعدين السيريز، فتعملي نفس اللي انا عملته، بس هنا هتبقى زد وهنا هتبقى الواي. تمام، هتاخدوا الارقام دي النيجاتيف بتاعها يبقى هو البي، يبقى انا عندي البي واحد هي 1.7 والبي 2 هتبقى ماينس 1.7. انت مش فاهم ايه؟ قلبنا ايه؟ ثانية لو سمحت، قلبنا ايه؟ طيب احنا شكلنا هنقعد الرابعة كمان كلها. لا شويه روحوا بقى وشويه اقعدوا يمشوا برضه مش دعوه. لا انتوا الميد ترم تاني اسبوع في رمضان صح؟ احنا مش هنلحق كده نخلص يعني، مش انتوا هنبقى لازم نخلص النهارده يعني، الاسبوع الجاي نشوف معاد سكشن تاني، لان الدكتور قال هيدخل لحد الدبل ستوب الميد ترم. اذا كان لايف يا ابني وفي مشاكل. طيب ماشي، ليه جبت منين، ليه لفيت الدايره واحد تاني؟ ارجوكم لو سمحتوا ركزوا بس عشان خاطر احنا هنفضل نلف في دوائر النهارده كتير، فلو سمحت ركزوا، مش عايزه حد يفصل في النص لان الفاصله بتبقى فوره من الاخر مش هتفهم المساله. تاني، انا ليه لفيت الدايره اللي هي الواحد دي؟ انا عايزه اوصل لايه؟ انا عايزاك تفهم ده، لو فهمت ده هتفهم ليه انا عملت على سبيس تشارت كويس. انا عايزه اوصل لايه في الاخر؟ انا المفروض بعمل ماتشنج نتورك دي عشان اوصل هنا ان الواي انبوت بتاعتي نورمالايزد بواحد، او ان الزد انبوت بتاعتي نورمالايزد بواحد. حلو، طيب عشان اوصل لهنا بواحد المفروض قبل ما احط الجي بي دي المفروض ابقى الواي اي دي او الزد اي دول المفروض رقمهم يبقى كام؟ المفروض كده انا الواي انبوت دي هتساوي ايه؟ اكتب كده. لا اهدى، ما انت فاهمها، انا عايزين اللي مش فاهم هو اللي يرد. احنا عايزين الواي انبوت دلوقتي هي بتساوي ايه؟ المفروض عايزها بواحد، ده اللي انا عايز اوصل له في الاخر. طيب دي بتساوي ايه؟ هتساوي دي زائد الايكوفلنت بتاع ده الواي بتاعه صح؟ يعني مجموع الاثنين دول بعدين اجيب الواي بتاعته تبقى هي مجموع الاثنين دول مع بعض تديك الواي انبوت صح كده؟ يبقى المفروض دي جي بي نورمالايزد بلس الامبيدنس اللي انا هشوفها من هنا، الامبيدنس دي زد ايه مقلوبه هيبقى الواي ايه صح كده؟ دي كده الواي انبوت بتاعتي اللي هي المفروض لو زد انبوت يبقى هتساوي ايه؟ الزد ايه بارلل مع واحد على جي بي صح كده؟ المفروض انا بجيب الزد انبوت هتبقى هي الزد ايه اللي انا شايفها من هنا وبارلل مع واحد على الجي بي، عشان الجي بي دي ادمتنس مش امبيدنس. حلو، انهي الاسهل بقى اللي اشتغل بيه على سبيس شورت؟ اشتغل مع دي صح، الجزء السيريز، انا بجمع حاجات مع بعض. فانا هشتغل على الواي هنا، يبقى انا عايز الواي انبوت بتاعتي بواحد اللي هي بتساوي الجي بي زائد الواي اي، يبقى الواي اي المفروض تساوي كام؟ يبقى الواي اي دي المفروض تساوي واحد ماينس جي بي صح؟ والواي اي اصلا بتساوي كام؟ هي واحد على زد اي. فايه بقى؟ المفروض انا اجيب الزد اي بتاعتي دي ولما اقلبها الاقي ان الريال بارت بتاعي يبقى بواحد، يبقى المفروض اجيب الزد ايه دي في مكان
لما اقلبه 180 درجه الاقي نفسي وقعت على دايره الريال بارت بواحد. فين دايره الريال بارت بواحد؟ الدايره دي المرسومه عندك على سبيس تشارت، تمام؟ دي دايره الريال بارت بواحد. المفروض لما الف 180 درجه الاقي نفسي وقعت عليها، يبقى ده اللوكيشن بتاع الواي ايه كله. الواي ايه هتقع على اي نقطه على الدايره دي، يبقى كل الدايره دي ده اللوكيشن بتاع الواي ايه. يبقى الزد ايه اللوكيشن بتاعه؟ فين؟ نفس الدايره دي بس ملفوف 180 درجه، صح؟ فهتاخد الدايره دي تلفها 180 درجه، الزد ايه بتاعتك هتقع على نقطه هنا على الدايره هنا. طيب انهي نقط بقى على الدايره؟ نقط على الدايره هتعتمد على قيمه الزد ال، ان الزد ايه بتاعتك هتساوي من هنا هي زد ال بلس الجي اكس، صح؟ هي دي الزد ايه اللي هي هتلاقي ريال بارت ار ال بلس جي اكس ال بلس الجي اكس بتاعتي. فالريال بارت بتاعك ثابت، واللي بيتغير بالنسبه لك هو مين؟ الايماجينري بس. فانت عندك الزد ال اهي، وعندك اللوكيشن بتاعت الزد ايه. علاقه الزد ايه بالزد ال ايه؟ ان الريال بارت بتاعهم هما الاثنين زي بعض. فانت بتقف من الزد ال بتتحرك على كونستنت ريال بارت لحد ما تقطع دايره مين؟ الروتيتد دي اللوكيشن بتاع الزد ايه، صح؟ دي كده المفروض مكان الزد ايه. هتلف من هنا على كونستنت ريال بارت لحد ما تقطع الدايره اللي هي اللوكيشن بتاعت الزد ايه. قطعت الدايره دي جبت الزد ايه، هتقلبها هتلاقي نفسك وقعت على دايره الريال بواحد، لانك اصلا قالب دي مخصوص عشان تقع على الدايره دي. فاهم؟ يعني احنا قلبنا دي عشان في الاخر لما اجي اقلبها تاني للواي الاقي نفسي وقعت على دايره الريال بواحد. فاهم ولا ايه؟ ها ماشي كده. البي ها دي الارقام دي هتيجي تقرا دي هتلاقيها 1 بلس 1.7، هتقرا دي هتلاقيها 1 ماينس جي 0.7 1.7. لا مفيش، اللفه يمين او شمال دي بس، ده لو انا شغال على الترانسميشن لاين. دي بطلع او بنزل، ده معناها بزود او بنقص اكس. ما هي الناحيه الثانيه دي نقطه ايه؟ بالظبط، دي نقطه الانفينيتي او الزيرو بقى في حاله الواي. لو انت بتشتغل على الواي يبقى دي نقطه الزيرو بتاعك. فانت لما تيجي تلفها كده انت كده بتوصل للصفر. طب ملهاش معنى اساسا الفكره. الحركه دي معناها انك بتزود اكس او بتنقص اكس، يعني بتزود حاجه امبيدنس او ادميتنس، يعني فاهم؟ يعني سوري، بتزود ال او سي. الحركه على كونستنت ريال بارت دي معناها انك بتزود ال او سي بس، فملهاش معنى انك تلف اللفه دي لانها هتطلع لك نفس الفاليو في الاخر، لانك بتطرح الصفر ناقص الرقم اللي موجود هنا. بالظبط كده بتنقص بيه وكده بتزود، الثانيه بتزود بيه. مش فاهمه ايه؟ يعني عايز تزودها ايه؟ مش فاهم. تلفها لفه ثانيه؟ مش فاهم. ما هنا تو سوليوشن اهي، واي ايه واحد واي ايه اتنين، دول حلين. هي واحدة كده وواحدة كده. انت في الاخر بتجيب البي ازاي؟ بالظبط. فانت في الاخر بتوصل لنقطة الصفر هتطلع لك نفس الرقم. هي اللفة دي ملهاش معنى، يعني فاهم؟ اللفة دي بس ده رمز ان احنا بنعمل ايه، بس هي اللفة ملهاش معنى. في الترانسميشن لاين ليها معنى، يعني فاهم؟ في الترانسميشن لاين هو اللي ليها معنى، لكن هنا دي ملهاش معنى. طيب جبت البي واحد والبي اتنين، البي دي ادميتنس، فالمفروض ان الاولانيه دي هضربها في واحد على زد نود ودي في واحد على زد نود عشان افك النورماليزيشن، وبعدين دي هساويها بايه؟ باوميجا سي، ودي هسميها بواحد على اوميجا ال. فكده الحل التاني هيطلع لك هنا كويل وهنا كاباسيتنس، يبقى دول الحلول بتاعتي. اه ما انت بقى بتقعد تقرب.
بتقربها؟ لا بتقرب، بتقرب لاقرب فاليو ينفع تجيبها، او تحط سيريز وبارل كاباسيتنس اندكتنس بحيث توصل للرقم اللي انت عايزه. بس انت اصلا الحل ده هيطلع لك ان الريترن لوس او الجاما بتاعتك عند النقطه الفريكوانسي اللي انت شغال عندها دي بماينس 60 مثلا ماينس 80، يعني بتبقى صغيره جدا. مش هو ده اللي احنا ما بنبقاش عايزين كده بالظبط. طب ممكن تخسر شويه في ده، تبقى خليه ماينس 30 دي بي او ماينس 20 دي بي بارقام ثانيه اللي انت بتقول الارقام تبقى موجوده يعني. فهتخسر شويه في الريفليكشن كوفيشنت ترانسميشن كوفيشنت. بس الحل ده بيديك ايه؟ النوتش فعلا ماينس 80 دي بي مثلا عند الفريكوينسي اللي انت شغاله عندها، بيديك قليل قوي الارقام اللي انت حطيتها دي بالظبط. فانت ممكن تخسر شويه في الارقام دي، يعني مش لازم تجيبها صغيره قوي كده. طيب لو انا شغال بقى الار ال اكبر من واحد ايه اللي هيحصل؟ الار ال اكبر من واحد هعمل ايه؟ لو الار ال بتاعتي اكبر من واحد، يعني انا اللي حليته هنا الار ال اقل من واحد، اقل من ار نود بالظبط. فانت هتبتدي من الزد ال تخليها واي ال، وبعدين تتحرك من الواي ال دي على كارست تريل بورد نفس اللي احنا عملناه ده، الدايره برضو هتلفها نفس اللفه بالظبط. بس انت بتبتدي بزد ال، هتبقى واقعه على الناحيه دي، هتقلبها تجيب الواي ال الناحيه دي، تتحرك لحد ما تقطع الدايره اللي احنا رسمينها دي، وبعدين تقلب تاني ترجع للزد كويس، وبرضو تلف نفس اللف نفس الطريق. الايه معلش؟ لا مش هيطلعوا نيجاتيف. النيجاتيف دي معناها ان هو المفروض دي كان في جي هنا تحت في المقام، فانت مش هتستخدمي الجي بقى بالظبط. هي بس مجرد بتديكي هل هيبقى كويل ولا كاباسيتنس بس، بس القيمه هتطلع بوزيتيف عادي. ايوه ها قبل ما نمسح ده الايه؟ البي ايه؟ جبناها ازاي؟ ماشي من هنا صح؟ الواي ايه المفروض هي واحد ماينس جي بي، يبقى الايماجنري بارت بتاع الايه ده هو نيجاتيف البي صح؟ فانت هتاخد هنا الايماجنري بارت يبقى هو نيجاتيف البي، يبقى البي واحد هي 1.7 البي 2 ماينس 1.7. قسمنا ليه بقى على زد نود؟ ما ضربناش في زد نود عشان هو اساسا ادمتنس تمام؟ فانت بتضرب في واي نود المفروض اللي هي واحد على زد نود. طيب ليه سويت البوزيتيف باوميجا سي والنيجاتيف باوميجا واحد على اوميجا ال؟ عشان هو انت برضو ان هو ايه؟ ادمتنس العكس، فالنيجاتيف بتاعه بيبقى كويل والبوزيتيف بتاعه بيبقى هو كابستنس. ها؟ حاجة تاني قبل ما امسح اللمبة الاليمنت دي عشان نخش بعد كده حاجة تانية. حاجة تانية هنا؟ دي ودي ودي ودي. الا لو هو قال لك بقى هات حل منهم. بس غالبا في الامتحان لو جاب لك التشوز هيجيب لك الحلين. هيجيب لك الفاليو بتاع دي مع دي ال ال والسي او ال وال او سي و ال كده. البوزيتيف بتاع الادمتنس يديك ايه؟ كاباسيتنس ولا اندكتنس؟ بس فسويتها باوميجا سي. لانها واحد على زد، يعني البي دي اصلا في الاخر واحد على زد، المفروض واحد على جي اوميجا سي اللي هي تطلع جي اوميجا سي في الاخر. فبتساوي دي باوميجا سي وتساوي النيجاتيف دي بواحد على اوميجا ال للعكس. الحته دي كل سيكشن بقولها تقريبا بتاعت اللمبد، ان البي بتبقى اوميجا واحد على اوميجا ال والسي ال ماشي. هو انتوا ميد ترم الويفز يوم ايه؟ ميد ترم الويفز هيبقى يوم ايه؟ يوم ايه؟ اول واحد ولا ايه؟ قبل الاخير؟ ما حاطين اول واحد ايه؟ حاطين ايه اول حاجه؟ الكترونكس؟ طيب هو بديك في المسألة هنا
مديك الزد ال وزد نود وبيقول لك اعمل ماتشنج مره باستخدام سنجل ستوب هي مره سيريز ستوب ومره ايه شنط ستوب او بارل ستوب يعني. طب لما يقول لك عايز الاستخدام السنجل ستوب او سيريز ستوب فهو بيبقى عايز حاجتين، عايز بعد الستوب عن اللود قد ايه وطول الستوب نفسه ده قد ايه. ايه الستوب ده؟ الستوب ده هو ترانسميشن لاين بيبقى اخره اوبن سيركت او شورت سيركت، بتستخدمه كانك حاطط يعني المفروض ان دي ايكويفالنت بالظبط كانك بتشيل ده وتحط مكانه ايه يا كويل كاباسيتنس برضه، يعني الايكويفالنت امبيدنس بتاعه الشورت سيركت او الاوبن سيركت المفروض هتطلع في الاخر يا كويل يا كاباسيتنس، ده لو انا شغال لوسلس طبعا ترانسميشن لاين كويس، بتبقى واحده فيهم جي زد نوت تان والثانيه ماينس جي زد نوت كوتان بي تان، فواحده فيهم بتديك كاب وواحده فيهم بتديك اندكتنس، فدي هي الايكويفالنت بالظبط كاني حاطط هنا ان بارالل جي بي وهنا كاني حاطط ان سيريز جي اكس كويس، دي ايكويفالنت بالظبط ان انا بعدت عن اللاين المسافه دي ورحت حاطط جي اكس اللي هي السيريز والثانيه بعدت عن اللاين المسافه دي وحطيت جي بي ان بارالل مع اللاين بتاعي كويس. ان هو ممكن في الامتحان على فكره يطلب منك كده انك اصلا تبعد عن اللاين وتحط لمبه بدل ما تحط ستوب فتجيب الاكس او البي دول، ممكن نبقى نشوف يعني ازاي نعمل. طيب فانا في الاخر برضو الماتشنج دي بعد ما احط النتورك دي يعني بعد ما ابعد المسافه دي واحط الستوب المفروض اوصل في الاخر ان انا عندي الانبوت امبيدنس او الادمتنس هنا هي قيمه الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي، فالمفروض اوصل هنا ان الزد انبوت بتاعتي دي بزد نود او ان الواي انبوت بتاعتي واي نود، هنا نفس الكلام كويس. طيب في السيريز ستوب اشتغل بايه احسن، الزد ولا الواي؟ بالزد لان انا شغال سيريز، فهجيب الزد ستوب دي كده والزد اللي انا هشوفها من هنا سميها زد ايه مثلا، يبقى انا عندي المفروض ان الزد انبوت هتساوي الزد بتاعت الستوب دي زائد الزد ايه صح؟ الزد انبوت دي انا عايزها بزد نود او بواحد لو انا هشتغل نورمالايزد، والمفروض ان الزد اس بتاعتي مالها؟ ليها ريال بارت؟ هي ايماجينري بس، فالمفروض هي جي اكس اس بلس الزد ايه، تمام؟ الزد ايه دي؟ ستوب، اختصار للستوب. هتبقى دي واحد بتساوي جي بي سوري اكس اس بلس الزد ايه بتاعتي نورمالايزد، حلو. يبقى المفروض الزد ايه دي تساوي كام؟ واحد ماينس جي اكس اس. مين بقى الزد ايه دي؟ الزد ايه دي المفروض انها الانبوت امبيدنس بتاعتي على بعد دي من اللود صح كده؟ يبقى المفروض انا هقف عند الزد ال هتحرك مسافة دي لحد ما اوصل للزد ايه دي. ايه بقى الكونديشن على الزد ايه؟ ان الريال بورت بتاعها هيبقى بكام؟ يبقى بواحد، ده في السيريز ستوب تمام. فانا في السيريز ستوب هتحرك من اللود اوصل على الترانسميشن لاين، الترانسميشن لاين يبقى كونستانت جاما سيركل المفروض، فهتحرك على الترانسميشن لاين المسافه دي لحد ما اوصل الانبوت امبيدنس بتاعتي يكون فيها الريال بارت بتاعها بواحد، واخد الايماجينري بارت ده واجيب منه طول الستوب بتاعي كام. حلو، يبقى اول حاجه هعملها احط اللود اتحرك على كونستانت جاما سيركل لحد ما اوصل لنقطه الزد ايه اللي هي الريال بارت بتاعها بواحد، هاخد الايماجينري بارت ده بتاعها يطلع هو مين؟ هو قيمة الانبوت امبيدنس بتاعت الستوب دي، منها اعرف اجيب طول الستوب ده بكام؟ صح؟ عندك ستوب اخر شورت سيركت او اوبن سيركت هتتحرك من نقطة الاوبن سيركت لنقطة الزد اس دي. هنشوف ازاي دلوقتي. تعالى نبتدي بقى الأول نشوف ايه نوصل للزد ايه وبعدين نشوف نجيب ازاي نجيب الدي منها وبعدين نشوف ازاي نجيب ال. فأنا هحط الأول في المسألة دي أجيب الزد ال نورمالايزد اللي هي هتطلع نص بلس جي نص كويس، فهتيجي على دايره النص وتطلع نص لفوق لانها بوزيتيف، فهتيجي الزد اللي بتاعتك هنا مثلا ماشي. المفروض اعمل ايه؟
انا عايزه اجيب على بعد دي من اللود اوصل لنقطه الريال بارت بتاعي بواحد. على بعد دي من اللود ده كده بتحرك على ايه؟ على الترانسميشن لاين. يبقى انهي دايره؟ كونستانت جاما سيركل. الدايره اللي انا هرسمها بقى بايدي اللي هي من السنتر لحد نقطه اللود دي، الدايره اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت، من السنتر لحد نقطه اللود هرسم دايره الكونستانت جاما سيركل دي. بفتح البرجل كده وارسم الدايره بتاعتي. تمام، السنتر في الدايره دي بيبقى هو السنتر بتاع سبيس تشارج، فتحه الريديوس بتاعها لحد نقطه الزد لود، فمن السنتر لنقطه الزد ال وارسم الدايره دي كده الكونستانت جاما سيركل. رسمنا الدايره دي ليه؟ انا عندي الزد ال وعايزه اجيب الانبوت امبيدنس بتاعتها، الانبوت امبيدنس بحيث ان يكون الانبوت امبيدنس بتاعه بكام؟ الريال بارت بتاعها بواحد. تمام، فانت كده بتتحرك على الترانسميشن لاين. طالما بتتحرك على الترانسميشن لاين بنرسم الدايره دي، دي الدايره بتاعت المره اللي فاتت عشان تجيب الانبوت امبيدنس. تمام، ما انا لسه هقول، انا لسه ما قلتش ازاي هنجيب الدي لحد دلوقتي. تمام، انا رسمت بس كونستنت جاما سيركل كده جبت الزد ال. المفروض اجيب الانبوت امبيدنس ال الريال بارت بتاعها بواحد. كويس، يعني هتحرك من الزد ال في اتجاه ايه؟ في اتجاه الجنريتور. صح، انا واقف عند اللود همشي في اتجاه الجنريتور مسافه دي. تاني، انا واقف عند اللود دلوقتي المفروض اجيب الانبوت امبيدنس اللي هي الزد ايه ليها الريال بارت بتاعها بواحد، هتحرك من اللود في اتجاه الجنريتور لحد ما اوصل للانبوت امبيدنس بتاعتي اللي ليها ريال بارت بواحد، هقف عند النقطه دي. تاني، ليه ريال بارت بواحد؟ بالظبط، عشان انا هنا دلوقتي عايز الزد انبوت بتاعتي تبقى بزد نود اللي هي بواحد نورمالايزد، والزد انبوت بتساوي كام؟ بتساوي الزد اس اللي هي الانبوت امبيدنس بتاعت الستوب زائد الزد انبوت اللي انا شايفها من هنا اللي هي الانبوت امبيدنس اللي على بعد دي من اللود بتاعي. صح، الزد اس ايه بقى قيمتها؟ كام قيمتها؟ ايماجينري بس، لان يعني الزد اس ده بحط الستوب بتاعي يا اخره شورت سيركت يا اخره اوبن سيركت، دايما ان يعني دايما ده يا شورت يا اوبن. حلو، فقيمه الزد اس دايما اللي بستخدمها بتكون ايماجينري بس، فالزد اس بتاعتي هي جي اكس. تمام، يبقى الزد ايه هيبقى الريال بارت بتاعها بواحد والايماجينري بارت هو الاكس اس دي. يبقى انا عايز اوصل لانبوت امبيدنس تكون الريال بارت بتاعها بواحد، والايماجينري هاخده واتحكم في الاستاب عشان الغي الايماجينري ده. حلو، فانا عندي الزد ال هتحرك مسافه دي في اتجاه الجنريتور فكلوك وايز لحد ما اوصل لنقطه يكون فيها الريال بارت بتاعي بواحد. فين نقط الريال بارت بتاعي بواحد؟ فانا هتحرك كده ادي اهو، همد خط من السنتر لللود وهتحرك كده لحد ما اوصل للنقطه اللي ليها الانبوت امبيدنس بتاعي بواحد. فين؟ اللي هي تقاطع الدايره دي مع دايره الريال بواحد، هي النقطه دي، ده حل. في نقطه تانيه هنا، ده حل تاني. تمام، فانا اتحركت من الزد ال في اتجاه الجنريتور عشان اجيب الانبوت امبيدنس اللي ليها ريال بواحد، اللي هي انهي نقطتين؟ تقاطع الدايره الحمراء دي مع دايره الريال بواحد. الدايره الحمراء هتتقاطع مع دايره الريال بواحد في نقطتين، النقطه اللي فوق دي والنقطه اللي تحت، ده حلين المفروض برضو. فالمفروض اول واحده هتبقى هي دي، دي كده دي واحد، الثانيه هتبقى كل دي. تمام ولا ايه؟ ما هي في حلين صح؟ مش الدايره الحمراء دي بتقطع دايره ريال بواحد في نقطتين، النقطه دي النقطه دي. انت اللي بتجيبيها؟ اه طبعا، انت بتحطي الاستاب على بعد دي، انت اللي بتتحكمي في الدي والال، هو اصلا ديزاين كده انك تجيبي الدي والال دول بكام؟ الايه؟ الكابلنج ده بيحصل في الدبل ستوب مش هنا.
هناك لازم يبقى في مسافه معينه اقل، يعني ما تقلش عن حاجه معينه عشان ما يحصلش كابلنج ما بين التو لاينز المحطوطين. ايه؟ لا لا اللمبة الالمنت ما فيهاش، هي الفكره في الترانسميشن لاين. ايه معلش؟ ما فيش مسافة في اللمبة الالم، الحركة دي ما تعتبرش عن مسافة. اه بالظبط، الكابلنج بيبقى في دبل سلايس عشان في اتنين لاين، فانت لو قربتيهم قوي من بعض هيأثروا على بعض، فانت ما ينفعش يقربوا من بعض. لا ماشي. هنجيب الزد ايه، الزد ايه الاولانية دي هتطلع لك. ايوه الدي، اه هقول لك صح، ما قلتش الدي تتجاب ازاي. ماشي الدي واحد اللي هي المسافة دي اجابها ازاي؟ هتشوف الزد ال دي على الويف لينث توورد الجنريتور، كويس؟ تشوف الزد ال بتاعتك من السنتر للزد ال هتمد خط، تشوف الزد الويف لينث توورد الجنريتور وتقرا الرقم ده بكام، تقرا الرقم بتاع الزد ال اللي هو هيطلع هنا كام؟ 0.088 تقريبا. تمام بالظبط، وتروح للنقطه الثانيه الزد ايه دي تشوف واقعه فين برضه على الويف لينث توورد الجنريتور، كويس؟ وتقرا الرقم ده معرفش طلعت 0.1 حاجه ماشي. تمام هتطرحوا الرقمين من بعض كده، انت جبت الدي الاولانيه في لامدا بقى، يعني الرقم اللي انت جبته ده نورمالايزد تضربه في اللامدا عشان تفك النورمالايزيشن، كويس؟ يبقى انت كده جبت بعد الستوب عن اللود قد ايه. دي الاولانيه. لا مفيش فرق، نفس فكره السي 1 والسي 2 اللي احنا جبناهم من شويه. هنا نفس الكلام، واحده فيهم هتديك الستوب هيديك كانك المفروض تحط كابستنس والثانيه المفروض تحط اندكتنس. اه بالظبط، الثانيه هتلاقيها العكس. ماشي كده دي واحد دي اتنين نفس الكلام، هتاخد النقطه دي وتقرا النقطه دي بكام، دي هتطلع تقريبا 0.3 حاجه باين. ماشي مش فارقه، يعني هما الاثنين قريبين من بعض مش هتفرق 5 او 8 مش فارق كتير. تمام وهتطرحوا الرقمين دول من بعض. طيب فرضا ان الزد ال بتاعتي كانت واقعه هنا، بقول فرضا، انا بقول دلوقتي فرضا نفترض ان الزد ال، انا بقول بس عشان هنا في كيس ممكن تعدي فيها على الصفر فتلاقي نفسك مش عارف تطرح الرقمين بس، او لو طرحت الرقمين هيديك نيجاتيف فلازم تعمل ايه؟ تزود نص بالظبط، او انك تحسبها بطريقه ثانيه. انت لو الزد ال بتاعتي مثلا فرضا واقعه هنا، واقعه في الحته دي، فالمفروض انت عشان تجيب الدي هتلف توورد الجنريتور لحد ما توصل لنقطه التقاطع مع الواحد اللي هي المسافه دي، المفروض من هنا لحد هنا. في الحته دي انت عديت فين؟ عديت على الصفر، فانت ممكن تعمل ايه؟ يا اما هتجيب ماشي، يا اما هتطرح الرقمين من بعض وبعدين تطرحهم من نص او تزود عليهم نص ماشي، او تعمل ايه؟ او انك تجيب الطول ده كده وتجمع عليه البوزيشن بتاع ده كده، فاهم؟ يعني كانك بتقسمها طولين، هتقسم الطول ده كده تاخد الحته دي تحسب دي بس. الطول ده قد ايه؟ لو الزد لود تحت، انا بقول لو الكيس بتاعت الزد لود تحت فانت هتعدي، فوانت بتمشي هتعدي على الصفر، تحسب الدي ازاي؟ يا اما هتاخد الرقمين دول وتطرحهم من بعض برده عادي بس تزود عليهم نص، يعني فاهمين؟ كانك بتجيب المسافه دي، انت كده جبت المسافه دي بس انت عايز العكسيه، فهتزود عليها النص، تطرح الاثنين دول من بعض وتزود عليها النص عشان تجيب المسافه الثانيه، او انك تعمل ايه؟ تحسبها، تجيب البوزيشن ده وتزود عليه الطول ده قد ايه؟ البوزيشن ده المكان ده وتزود عليه الحته دي كام؟ الزد ايه المفروض تبقى فين؟ على دايرة الريال بواحد اللي هي دي النقطة دي، دي أول واحدة. فتجيب المسافة دي ازاي؟
يا اما هتطرح ده من ده وتزود نص، يبقى انت كده جبت المسافه دي. انت جبت كده، انت مش عايز المسافه دي، انت عايز المسافه دي، فاهم؟ هو انا لو جبت كده اللي هيحصل مش هيحصل. انا قصدي عشان هنا في نص، في زيرو، يعني على سبيس تشارت دي صفر. فكرة ان النقطه اللي في النص دي صفر، مش نص في سبيس تشارت. فانت لازم تعمل يا اما هتجيب تطرح الاثنين وتزود نص، يا اما هتجيب المسافه دي وتزود عليها المسافه دي، تقسموها يعني. اقصر مسافه يعني واطول مسافه، اه هتبقى كده، اقرب واحده لللود وابعد واحده عن اللود. هو اصلا ساعات بيطلب كده في الامتحان، يقول لك حط الستوب عند اقرب نقطه لللود. فانت ساعتها هتجيب الدي الاولانيه دي بس، ما تجيبش الثانيه، وتحس بالستوب على دي. فهو ساعات بيعمل كده، يقول لك حط الستوب لاقرب نقطه لللود. طيب كده جبنا الدي واحد والدي اتنين بنفس الكلام برضو، تاخدوا البوزيشن ده وتطرحوهم التاني. طيب وبعدين كده انا جبت دي، عايز اجيب الطول ده عشان اكمل الديزاين، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الزد ايه اصلا هتطلع بكام هنا؟ هتطلع واحد بلس جي صح؟ بلس ماينس جي، بلس ماينس واحد غالبا يعني، ولا لا؟ هتطلع تقريبا بلس ماينس واحد. الزد ايه؟ بلس واحد او ماينس واحد، ماشي. دي كده الزد ايه بتاعتي. الزد ايه المفروض بتساوي كام؟ واحد ماينس جي اكس اس. فانت من هنا تعرف تجيب الزد اس بتاعتك، هتطلع ماينس بلس جي، صح؟ العكس. عشان بتضرب في نيجاتيف بالظبط. الزد اس دلوقتي انت عندك الزد ايه؟ هي واحد ماينس جي اكس اس، صح؟ يبقى الزد اس بتاعتي بكام؟ عكس الايماجنري بارت بتاعت الزد ايه. ادي الزد ايه بلس ماينس جي، يبقى الزد اس ماينس بلس جي. يعني لو دي بلس هتبقى قصادها الثانيه ماينس، لو دي ماينس هتبقى بلس، ماشي؟ طيب انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب طول الستوب. انا عارف الانبوت امبيدنس بتاعت الستوب، يعني كانك عندك ترانسميشن لاين اخره يا شورت يا اوبن، انت عارف ده. عايز تجيب طوله ده قد ايه؟ الزد اس الاول احطها فين؟ ما انا هنحلها مره شورت وبره اوبن، فاحنا عايزين الزد اس احطها فين الاول؟ يعني انا عايز اجيب الطول ده قد ايه؟ طول الستوب ده قد ايه؟ الستوب ده يعني الترانسميشن لاين، وفي اخره يا اوبن سيركت يا شورت سيركت، وانت عارف الانبوت امبيدنس بتاعته، عرفتها. ايوه فين بقى دي؟ فين الزد اس دي؟ اللوكيشن بتاعها فين على سبيس تشارت؟ احطها فين على سبيس تشارت عشان اتحرك؟ بالظبط. الزد اس الريال بارت بتاعها بكام؟ بزيرو، وهي ليها ايماجنري بارت بس. فين دايره الريال بارت؟ بصفر، اللي هي الدايره الكبيره قوي بتاعت سبيس تشارت دي. فهتحط الزد اس بتاعتك، واحده فيهم هتبقى هنا، دي الزد اس الاولانيه، واحده فيهم الثانيه هتبقى هنا، على اكبر دايره في سميث تشارت. ليه دي اكبر دايره في سميث تشارت؟ لان الستوب بتاعي الريال بارت بتاعه بصفر. فين دايره الريال بارت؟ بصفر، اكبر دايره بتاعت سميث تشارت. اكبر دايره من دول هحط بقى الفاليوز بتاعتي اللي موجوده هنا، كويس؟ البلس هتبقى عند الماينس، والماينس عند البلس. لو زد ايه بلس يبقى زد اس ماينس، لو زد ايه ماينس يبقى زد اس بلس، تمام؟ فدي هتبقى بتاعت الواحد، ودي هتبقى بتاعت اتنين، يعني دي بتاعت الحل الاولاني والتانية دي بتاعت الحل التاني. طيب احسب بقى بعد طول الستوب ده ازاي؟ انا عارف الانبوت امبيدنس، وعارف ان هو اخره هيبقى يا شورت سيركت على حسب هو هيقول ايه، يا اوبن سيركت، صح؟ فين نقط الشورت والاوبن هنا؟ انا شغال امبيدنس تشارت، فالنقطة دي هي نقطة الشورت سيركت عادي، والنقطة دي هي نقطة الاوبن سيركت. فانا لو شغال شورت سيركت سيريز ستوب، يبقى هعمل ايه؟ من الزد اس دي هتحرك في اتجاه اللود ولا اتجاه الجنريتور؟
بالظبط. انا دلوقتي عارف دي وعايز اروح لدي صح، يعني انا واقف عند الزد اس وعايز اروح للشورت سيركت اوبن سيركت. عايز اجيب طول الاستوب، انا عايز اجيب ده، يعني انا في الاخر مساله يا جماعه مساله الاستوب في الاخر، وعايز البعد قد ايه وطول الاستوب قد ايه، دي غرض المساله في الاخر، ده الديزاين. عايز تحط الاستوب على بعد قد ايه من اللود، وطول الاستوب اللي انت هتستخدمه ده قد ايه. كويس، انت جبت بعد الاستوب عن اللود، طوله بقى قد ايه؟ طوله ده يعتمد على الزد اس اللي انت جبتها. انت جبت الزد اس دلوقتي وعارف ان الاستوب ده اخره يا شورت سيركت يا اوبن سيركت، هتتحرك من نقطه الزد اس دي لنقطه الاوبن سيركت او الشورت سيركت في اتجاه اللود ولا اتجاه الجنريتور. انا عندي دي وهروح للشورت سيركت او الاوبن سيركت، دي كده بروح من ايه فين لفين؟ ناحيه اللود بالظبط. انا عارف الانبوت امبيدنس وبروح ناحيه الشورت سيركت، برجع تاني للود. فالمفروض اتحرك في اتجاه اللود مش في اتجاه الجنريتور. لو هتتحرك في اتجاه الجنريتور مش هتفرق، ده الترانسميشن لاين بوريه لك عشان تتحرك ازاي. انا بوريك عشان تعرف انت هتتحرك ازاي، تتحرك في اتجاه اللود ولا اتجاه الجنريتور. انت دلوقتي عارف الزد اس وعارف الشورت سيركت، تتحرك منين لفين في انهي اتجاه؟ منين لفين؟ من الزد اس للشورت سيركت في اتجاه اللود ولا من الشورت سيركت للزد اس في اتجاه اللود؟ لا انت بالنسبه لك هنا دلوقتي الجنريتور فين؟ ماليش دعوه بالمساله، الجنريتور دي مش معناها جنريتور يعني جنريتور يعني السورس، يعني انت في الاخر الانبوت امبيدنس بتاعتك فين؟ بتشوف الانبوت امبيدنس بتاعتك من انهي اتجاه؟ من هنا صح؟ يعني بالنسبه لك الجنريتور الناحيه دي، يبقى ده بالنسبه لك هو اللود. تمام؟ فكره تلف للجنريتور او لللود دي على حسب انت بتبص على الانبوت امبيدنس من انهي اتجاه، مش شرط يكون في جنريتور بجد. يعني انت بتبص على الانبوت امبيدنس بتاعتي من انهي اتجاه؟ انا في الكيس دي فين الانبوت امبيدنس؟ من هنا. يبقى الناحيه دي بالنسبه لي هي الجنريتور. الناحيه الثانيه هي اللود بالنسبه لي. كويس؟ يبقى انا عندي اللود اوبن او شورت سيركت، الانبوت امبيدنس بتاعتي هي الزد اس، فانا بتحرك يا اما هتحرك من اللود اللي هي الشورت سيركت للزد اس، ده كده في اتجاه الجنريتور. يا اما هتتحرك من الزد اس للشورت سيركت، ده كده هتبقى في اتجاه اللود. هما الاثنين فضل يدوك نفس الحل. تاني انا دلوقتي حطيت الزد اس اهي، المفروض اروح للاوبن سيركت، خلينا نحلها على الشورت سيركت. من الزد اس للشورت سيركت. كويس؟ الزد اس هتحرك يا اما لو هتحرك من الزد اس يبقى في اتجاه اللود، يبقى كاونتر كلوك وايز كده. يبقى كل المسافه دي. لا هتبقى تلات ارباع دي. تلاتة على التمانية قصدي. اتفضل. ماشي، بتحرك من الزد اس في اتجاه اللود، يعني المسافة دي كلها لحد ما اوصل لنقطة شورت سيركت، ده لو شورت سيركت ستوب. لو اوبن سيركت ستوب يبقى هي من هنا لهنا بس. اللي هي توم. ايوه بالظبط. ايوه، ما هو انت لو باصص من الزد اس اهو هتتحرك في اتجاه اللود. كويس؟ لو هتبتدي من عند نقطه الشورت سيركت او نقطه الاوبن سيركت يبقى هتتحرك في اتجاه الجنريتور. ايه؟ حاسه ما دخلناش في الدبل ستوب، مش هندخل غالبا. كده بتجيب ال بالظبط، طول اللي انت مشيته ده ال. ايوه حلين. تمام، فانت تاني انا دلوقتي ببدا من الزد ال، بتحرك على كونستنت جاما سيركل عشان اجيب الدي لحد ما اوصل لنقطه الريال بارت بواحد، انا كده جبت الزد اي بتاعتي فجبت الدي. فمن اللود بتحرك في اتجاه الجنريتور لحد ما اوصل لنقطه الزد اي اللي هي الريال بارت بتاعي بواحد، جبت الزد اي، عرفت الايماجينري بارت بتاعه بكام؟ الايماجينري بارت يبقى هي دي الفاليو بتاعت الانبوت امبيدنس بتاعت التشارت بتاعت الستوب. هتاخد الفاليو دي وتعكسها، تعكس اشارتها. فانت لو الزد اي بتاعتك طالعه 1 بلس جي يبقى الزد اس بتاعتك ماينس جي. لو الزد اي طالعه 1 ماينس جي يبقى الزد اس بتاعتك بلس جي. هتحط الزد اس
فين الريال بارت بتاعك؟ بصفر. الايماجينري بارت بالفاليو اللي موجوده. فهتحط الزد اس بتاعتي على سميث تشارت ودايما هتقع على الدايره البرانيه دي، اكبر دايره في سميث تشارت. هتحرك من نقطه الزد اس دي في اتجاه اللود لنقطه الشورت سيركت او نقطه الاوبن سيركت على حسب انا هو حاطط الستوب ايه، شورت سيركت ولا اوبن سيركت في اتجاه اللود. اكبر دايره خالص في، انت بتحسب الزد اس بتتحرك على اكبر دايره خالص، دايره الريال بزيرو لحد ما توصل لنقطه الشورت او الاوبن في اتجاه اللود. ببدا بالزد اس اروح للشورت سيركت او الاوبن سيركت في اتجاه اللود، فتبقى كاونتر كلوك وايز واحسب المسافه دي. الارقام هي هتطلع على طول، الزد اس واحد دي لو هي شورت سيركت، لو الزد اس بتاعتي بنيجاتيف جي، لو انا حاطط شورت سيركت يبقى الطول بتاعي 3 لامدا على 8، لو انا حاطط اوبن سيركت الطول بتاعي هيبقى لامدا على 8. لو الزد اس بتاعتي دي بجي، لو هتحرك شورت سيركت ال هتبقى لامدا على 8، لو اوبن سيركت ال هتبقى 3 لامدا على 8. ده كده ده الحل زد اس 1 دي زد اس 2. مش فاهم ايه، قول قول عادي، احنا عاملين السكشن وبنشرح وبنعيد ليه؟ ها ما انت دلوقتي مش بتشيل دي وتحط مكانها كده الانبوت امبيدنس بتاعتها، يا كاباستنس يا اندكتنس ايا كان، صح؟ يبقى فين الجنريتور بالنسبه لك؟ يعني فين الانبوت بتاعه؟ الجنريتور بتاع المساله كلها هنا، لكن انا بتكلم على الستوب ده بقى بالنسبه له هو شايف السورس بتاعه فين؟ من هنا كده، صح؟ هو شايف السورس بتاعه الحته دي، يبقى الحته دي هي الجنريتور والشورت سيركت والاوبن سيركت بتاعك هو اللود. يبقى رايح في اتجاه اللود، صح؟ انت عارف دي وماشي كده، يبقى رايح فين؟ رايح لللود. صح؟ انت كده واقف عند الانبوت ورايح لللود، راجع لللود تاني. تمام ولا ايه؟ وانا ليه حاسه انت اول مره تسمعوا الكلام ده؟ اصلا؟ اوكي. طيب لو بقى شنطة ستوب، احنا كل ده بنحسب سيريز كويس. لو شنط، خلاص حد عنده سؤال في الحتة دي في السيريز ستوب؟ ندخل فين يا ابني؟ ما انتوا بتقولوا عندكم سكشن، انا عايزة اقعد تاني اكمل بس. ما انتوا الخميس الجاي هتقدروا تاخدوا؟ لا ما ينفعش المايك، الميد تيرم داخل لحد الدبل ستوب، اتفضل. ما ينفعش ايه؟ ماشي هظبط كده مع نيازة ونشوف يوم تاني ننزل فيه نشرح فيه الدبل ستوب. يوم الايه؟ انا شايفه الصراحه اونلاين صعب شويه، انا شايفه ان انتوا دلوقتي قاعدين قدامي وحاسه ان برضو في يعني بتاخدوا وقت شويه قبل ما تستوعبوا ايه اللي بيحصل، يعني بتاخدوا وقت. انتوا هتنزلوا اكيد، هتنزلوا لحد التلات مثلا ولا حاجه، يعني اكيد مش هتجهزوا الاسبوع كله فيها، واحنا مش فاينل، ده 100 ترم، مش هنعجز الاسبوع كله. هو صعب تنزلوا الخميس، مقتنعه، لكن لا ليه الاسبوع كله بالظبط، صح كده بس. فانا هظبط مع نيازي يوم كده على اول الاسبوع ناخد فيه الدبل ستوب، هو غالبا مش هيبقى ساعه مثلا، مش هنكمل، هنظبط على اول اسبوع والله. لو مش هيديكوا هقول له ان انا مش هشرحش، ممكن ناخد المحاضره.
ايه؟